السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بوف صوت وجديد قدام التقنية. إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة الباتش سكريبت. إن شاء الله النهاردة هنشرح السيت لوكال والإند لوكال. السيت لوكال والإند لوكال هي يعني إيه؟ الحاجات اللي بتحط جوه السيت لوكال والإند لوكال دي. اللوكال معناها محلي، يعني الحاجة دي مالهاش علاقة بالبرنامج، مش هتأثر على البرنامج في حاجة. بمعنى مثلا لو إحنا إيه؟ جينا هنا علمنا على متغير سيت مثلا ايه مثلا، او مش لازم نعلن عنه، مش لازم نحدد القيمه بتاعته. سيت محمد مثلا بتساوي احمد. مثلا هنا اقول ايه، هنقول سيت لوكال ونزل تحت اند لوكال كده. هنيجي هنا نقول ايه، سيت تاني نفس البتاع تاني محمد بتساوي مثلا احمد، وهنقول ايكو محمد. تنزل تحت شوية، هنقول ايكو محمد عشان برضو نتأكد برضو من حاجة. هنقول ايكو هنا محمد. هنا بقى يا جماعه يعني في توقع كده، مثلا لو احنا عملنا الست محمد بتساوي احمد مثلا، هنقول ايكو محمد هيطبع لنا محمد عادي. بس انا هغير في القيمه دي، مثلا نخليها مثلا سامي. ست محمد بتساوي سامي، هيطبع لنا محمد هنا عادي. يعني ننزل تحت هنا طبعا بالست لوكال اند لوكال القيمه دي تتغير، يعني مثلا هتبقى ست محمد بتساوي سامي جوه اللوكال عادي، ست محمد بتساوي سامي. انت كده عملت ابديت للقيمه دلوقتي بس جوه الست لوكال والاند لوكال. خلي بالك زي ما انا قلت لك في اول الفيديو ملهاش علاقه بالبرنامج، يعني لو ما احنا نيجي نطبع هنا ايكو هيطبع لنا احمد. هتقول لي ايه ده، طب ايه لازمتها الست لوكال والاند لوكال؟ لا يا بابا، لازمتها لان انت في لما انت تعمل مشاريع متقدمه بقى وكده هتضطر مثلا ايه تعمل برامج ما تاثرش مثلا على الكمبيوتر في حاجه، او مثلا ما تاثرش على العمليات بتاعتك في حاجه هتحتاجها، يعني ان شاء الله هتحتاجها. بس دلوقتي انت مش هتحتاجها عشان انت مبتدئ دلوقتي، لكن لما تخش في مشاريع متقدمه شويه هتحتاجها بشكل رهيب كمان. فاحنا لو عملنا كده ايه، كنترول اس سيف. نروح نفتح السي ام دي، ندخلها كده زي ما انتم شايفين يا جماعه. طبق احمد سامي احمد، ده دليل ان السيت لوكال غيرت في القيمه اللي جوه لكن ما غيرتش في البرنامج. يعني ايه، هو خد القيمه بتاعته او عدلها وزي الفل ما فيش مشاكل، بس ما لهاش علاقه بالبرنامج زي ما احنا قلنا. ده كان درس النهارده يا جماعه، وارجو ان يكون الدرس نال اعجابكم. لو ما فيش اي حاجه او في حاجه فاهمها بالذات في الدرس ده في السيت لوكال والاند لوكال يا ريت تقولها لي في التعليقات، ان شاء الله هرد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.